اصحى بدري، اجهز فقرات الحلقه. أيوة. اوكي، اجهز نفسي، اجهز ملابسي، واجهز مكياجي. بس نقف هنا بقى، كاميرا بقى، نسالك سؤال. مكياجك ده اللي هو بياخد تقريبا وقت اطول من وقت الحلقه او حلقتين. يا لطيف يا نادر، شو ما بدك هنا نظبط حالنا ونكون حلوين ومجذبين. ما انتوا كده كده حلوين يا عمي، انتوا حلوين وجذابين بكل حالتكم، بس مرات اكو ناس تعرف نفسها لما اقول مرات يزودوها. ده على طول، لا مش لا مرات لا لا أصلاً. لا 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 صراحه والله العظيم بيقعدوا يعملوا ميك اب اكتر من وقت الحلقه، بيجوا لا ساعتين. حرام عليك، لكاتنا مره بسيطه، حرام. انا يعني حياتي. انا ممكن قبل بالبدايه كنت اكثر شوي، بس الحين صرت اخفف. صراحه محمد عنده سؤال لك، بتحب تشوف ترندز الميك اب لسنه 2021؟ وين ممكن اشوفهم لانا 2021؟ بتتعرف عليهم مباشره من احد اهم اختصاصي التجميل بلبنان والعالم العربي، فادي كتايا. اهلا وسهلا. يا اهلا فادي. تفضل تفضل تفضل، نورنا. حياك الله. كل هالبروجرام الحلو، ربنا يخليك. كلش سعيدين ان انت ويانا اليوم. وانا كمان مبسوط اكثر. أنا بنات مبسوطين فيك كثير. أكثر شيء. وعندي لك سؤال عشان يعني تجاوب بدلنا، احنا مزودينها بالميك اب، حاطين ميك اب كثير؟ ابدا ابدا ابدا، بالعكس مكياجكم كثير ناتشرال، وبعتقد قد البروجرام. شفت شفت. ثانك يو. لا انا بدي اطير من الفرح هيك اذا قامت تسوي حركات. بس يمكن هن بينطروكم وقت، عشان هيك بحسوا انه وقت كثير. انا عندي سؤال. في كتير صبايا هلا عم يحضرونا وحاضرين هيدا، عم بيحضروا الانترفيو، بدهم يعرفوا شو الترندز لسنة 2021؟ أول شيء في كتير ترندز بدنا نقول هيدا السنة، يعني 2020 في عنا كتير ألوان، في عنا كتير جلتر، في عنا الكات آيز، في عنا الفوكسي آيز يلي شوي بيشبهوا بعضهم. في عنا كتير جلتر، في عنا حتى ستراس. ايه هون مثلا فوكسي ايز، في السموكي اللي عم بيرجع كمان اول حمرة معه، لايك از ذات ا ترند ناو، عم بيرجع يدرج السموكي وعم بيدرج كمان بالوان، يعني فينا نقول انه حتى الالوان كسموكي هي دارجه. وغلط كثير نقول، في اوقات بيقولوا انه اذا عملنا عيون غامقه ما لازم نحط دارك ليبس، اتس جوثيك لوك، سو اكيد فينا نخلطهم مع بعضهم لما نكون اكيد التياب تبعنا كمان ظابطه مع اللوك. كثير مهم انه ننقي يعني يكون كله سوا مع بعضه كتياب وكلوك ميك اب. طيب رح نشوف نحن هلا صور سوا وتعلق لنا عليهم وشفنا اذا بيناسبوا سنه 2021. اوكي. في عندنا ترند ثانيه واللي هي الكات ايز والاي لاينر اللي حكينا عنهم هلا، رح نشوف صور اكثر. رح نحكي عن الريسيرجنس اوف ليت 2000s يلي بفتكر هلا عم يرجع يدرجوا هلا، اللي هي الوان اصلا ايرثي، الايرثي كولرز هي الوان بعدها دارجه السنه. ونحن على اواخر ال 2000 كنا بلشنا بموضه، اذا هلا بنشوف في كثير دارج البراون ليبس ودارج كثير الكونتور، يعني هيدي السنه رجعت الكونتور مثل ما كان رجع ايام ال 2000. سو دارج اللون باج بقلب شفاف كمان مع الكونتور، غير الالوان الحمراء كمان اللي كثير قويه دارجه مثل الفوشيا، مثل الاحمر، مثل البلو، كمان هول عم نشوفهم كثير يعني، بس فينا نقول انه كل شيء رايح على القوي وكل شيء رايح على الالوان الفاقعه. فادي عندي سؤال، يعني انا ما عندي خبره بهالسوالف، بدي اسمع كونتور ما كونتور، بس اعتبرني على قد عقلي يعني بهالسوالف. انا اعرف ان البنيه عندها هوايه اشياء لازم تواكب التطور والترند اللي دا يصير، فعلى سبيل المثال اذا الوحده ملامح وجهها مدى تلائم الترند اللي دا يصير من ناحيه المكياج او الترند اللي دا يصير بالمكياج حاليا، شنو تنصحها تسوي؟ اول شيء لازم تجرب تتعرف شو بيلبق له. اوكي. هاي اول نقطه. ثاني نقطه انه مش غلط انه تخاطر بالتجربه، يعني في اوقات كثير سيدات او بنات بيقولوا لك لا بخاف اعمل هيدا الشيء بلكي ما بيلبق لي، المكياج بالنهايه حتحطيه وحترجع تشيليه، يعني فيك تخاطري تتشوفي حالك اذا حبيتي هيدا اللوك ولا لا، بس انا بغالط السيدات يلي بضلن عندهم خوف من الترند. لا ما تخافوا منها، هيدا ترند، اذا هلا ما عملتوها رح ترجعوا تندموا اذا ما عملتوها. ما هلا مثلا في ترند التكنيكولرز والبولد كولرز، يعني انا مثلا شخصيا بخاف جربهم، هلا عم شوفهم على الشاشه مثلا لايك اتس سكيري، بس دو يو ثينك اتس، يعني بتشجع البنات يجربوا هيك شيء؟ هيك فهمت منك. اكيد بشجع البنات، انا من الاشخاص يلي بحب الناتشر اللوك، عرفتي؟ بس انا كمان من الاشخاص يلي بغوص بالموضه وعنده الجرأة انه يلبس الموضه مثل ما هي. انا بصراحه
لانه هيدا الشيء يعني هيدا الشيء اول شيء بخلينا نفسيا نكون فرحين يعني ومبسوطين. انا من البنات اللي عادي احط لي ايلاينر ازرق واطلع فيه لان انا احب الالوان يعني. أنا من الالوان اللي لابستين بيض. انا احب الالوان صدق يعني وايد احب الالوان. عادي احط لبستك ازرق واطلع الى يعني مو لبرا مو لطلعه بس انها لفوتو سيشن ولا شيء احسه مره حلو. هلا اكيد هول الاشياء محدوده يعني انتم مثلا اذا بدكم تخاطروا هلا على التي في فيكم تحطوا بلكي شوي كات ايز يعني مع ايلاينر ازرق. ايه وهلا عمركم بعتقد يعني. فادي لو في واحده ست مثلا طلبت منك انك تعمل لها مكياج معين بس انت عارف ان المكياج ده مش هيليق على وشها يعني بتحاول تقنعها ولا بتقول لها حاضر؟ لا اكيد اول شيء بجرب اقنعها او بجرب الا ما بقول لها دغري لا طما اصدمها لانه هي السيده لما تكون حابه الشغله خلص بتكون مفوكس عليها. بجرب اعمل لها اياها بطريقه تزبط على عيونها بدون ما اكسفها واقول لها لا هيدا الشيء ما بيزبط عليك. اوكي لانه حتى لو قلت لها هي ما حتقتنع حترجع تروح عند حدا غيرك وتجرب انها تجربه. سو بتجرب انت انه ها نحاول هيك وهيك تحيل عليها يعني.